بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وعلى آله وصحبه وسلم.
مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك عليك فضلا وكرما كتبت رحمة الناس عليك كتبت فالمرجع والمآل والكل إليك الكل إليك الكل إليك الكل إليك 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 المرجع والمآل والكل إليك الكل إليك الكل إليك الكل إليك الكل إليك عرب وعجاب.
صار عالم.
واستجمعت مهرا كالعين أهوائي فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مبصرت مولاي فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مبصرت مولاي أشعلت في كبدي نارين واحدة بين الطلوع وأخرى بين أحشائي أشعلت في كبدي نارين واحدة بين الطلوع وأخرى بين أحشائي ما لامني فيك أحبابي وأعدائي إلا لغفلتي عن عظام بلواني ما لامني فيك أحبابي وأعدائي إلا لغفلتي عن عظام بلواني تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك يا ديني ودنياي تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك بحبك يا ديني شغلا بحبك يا ديني يا ديني يا Yeah.
سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قوسين لم تدرك ولم ترمي وبت ترقى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ.
خير الخلق كله. الله 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 الله. وقدمتك جميع الأنبياء قبل البردة كان في لحن من نظم أبي منصور الحلاج قمنا بتلحينه لكن نسينا نقدمه، يعني السن له حكمه برضه. الآن وصل من مقام الدوغا البياتي. هي أولا يعني دوغا أو سيجا أو ياجا أو جهاركا هو تسلسل نغمات بالفارسية، حيث أنها هي لغة التي سيطرت في التنظير الموسيقي في العصر العباسي. ياك
بمعنى واحد وجا بمعنى درجة أو مقام. فإذا يجا يعني مقام الواحد أو المقام الأول أو الدرجة الأولى. فيجا دوجا سيجا جهاركا بانججا إلى آخره. تغير اليكا أصبح الرست، تغير الدوجا أصبح البياتي إلى آخره. يعني فإذا الوصلة التي سنقدمها من مقام البياتي سنبدأها بتحميلة عزفية من نفس المقام، من كمان من تأليف الفقير لله، ثم بعد ذلك توشيح يا أيها المختار مجهول النسب، ثم بعد ذلك تقاسيم على العود، ثم تفريد إنشاد على الإيقاع على الوحدة، ارتجال يعني إنشاد مرتجل على الوحدة، على كلام لإبراهيم الدواخلي قلوب العاشقين لها عيونه، ثم لحن ختامي ربي أحينا عاشقين. هنقف دقيقة دوزان بس. Thank you.
أحمد.
ماذا أقول بمدحه نادت بك
الرسل الكرام
أهلك أعباءنا آمنا في أوطاننا وآمن روعاتنا واجب مرضانا واختم بالصالحات أعمالنا يا thank you.
تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. وأجنحة تطير بغير ريج إلى ملكوت رب العالمين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. وترتع في رياض القدس دورا وتشرب من بحار العارفين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. فأورثنا الشراب تشق على علوم الأقدمين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. شواهدها عليها ناطقات تبطل كل دعوى المدعين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. عباد الأخلصوا في السر حتى دنوا منه وصاروا واصلين. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. Enough.